من اليوم الوزارة التربية الوطنية باش نحطوا واحد الطلب منه احتجاج وفي نفس الوقت طلب تصحيح وضعية وطلب تصحيح واحد الحيف اللي لحق بولادنا على أساس أنهم تحرموا من المنحة الاستحقاق اللي كتعطيها وزارة التربية الوطنية للتلاميذ المهندسين ابتداء من السنة الأولى وعلى طيلة 3 سنوات من بعد النجاح ديالهم في المدارس العليا للمهندسين بفرنسا. دأبت وزارة التربية الوطنية كل سنة أنها تصدر لائحة ديال المدارس المصنفة في فرنسا المعنية بطلب طلبات الحصول على المنحة. والمدرسة اللي فيها الأولاد ديالنا اللي هي أنسياغ ماتميكا من بين المدارس المصنفة، ودأب التلاميذ كل سنة يحصلوا على منحة استحقاق اللي كتشكل من الإضافة لدعم واجبات التسجيل المنحة شهرية ديال 5000 درهم لمجابهة الظروف الحياة القاسية والصعبة في بلاد المهجر، وهما أطفال وتلاميذ متفوقين. وكذلك هذه المنحة فهي مشروطة بالعمل على الأقل 4 سنوات من بعد التخرج من المغرب. بالتالي فالمغرب في حاجة إلى أطور ذات تكوين عالي، المغرب في حاجة من أجل التنمية لهذه الأطور من بعد التخرج ديالهم، ولكن الحرمان ديالهم بهذا الشكل ربما أنه يؤدي بهم حتى الحرمان من متابعة الدراسة ديالهم. جزء كبير من هذه التلاميذ اللي كيفوق ديالهم 57 تلميذ مهددين بأنهم يكيتيو فرنسا ويرجعوا، لأن الإمكانيات باش يواصلوا التكوين ديالهم غير متوفرة الآن كيقراوا. وأدوا واجبة التسجيل اللي كتفوق 45000 درهم في بداية السنة، وكذلك واجبات شهرية من سكيرة ومن سكن وكذا. أغلب الآباء هم 57 تلميذ بالضبط، 57 تلميذ في تخصصات مختلفة نفس المدرسة في بوردو، وهم مشاو على اختيار يعني على رغبة. واللي زاد زعما أكد الرغبة ديالهم هو أنهم كانوا متأكدين من أنهم سيحصلون على هذه المنحة، ليفاجأوا عند صدور اللائحة بحرمانهم بشكل تعسفي وصارخ. حنا الآن جينا اليوم باش نقدموا هذا الطلب كلجنة ديال الآباء ومستعدين في حالة أن ما تعطاتش الوزارة بشكل إيجابي مع المطلب ديال الأبناء ديالنا والمطلب ديالنا، فمستعدين أننا نخوضوا جميع الأشكال النضالية باش يتحقق لنا المطالب ديال أبنائنا اللي هو حق كان دائما عندهم. الآن هذه السنة فقط كيتسلب لهم بدون موجب حق. الحالة النفسية هي الأساس بالنسبة لنا، الحالة النفسية الأساس، الحالة النفسية ديال الأبناء ديالنا متدهورة بشكل كبير. الأبناء ديالنا والبنات ديالنا متدهورة بشكل كبير، أغلبهم نهار سمعوا الخبر ما التحقوش بالدور بالحصص ديالهم. بالتالي حاولوا يتنظموا، حاولوا يصيغوا رسالة. جزء منهم الآن كيجمع في حوايجه وبغى يرجع في حاله. بالتالي فهي وضعية أقل ما يمكن نقول عليها، هي وضعية كارثية ومحبطة ومشي في صالح الصورة ديال المغرب. لأن منك تعطي واحد اللائحة وكتقول بأن أعطيكم دي بورس، راه الدولة خاصة تلتزم وخاصة تكون قد الكلمة ديالها. الحالة ديالي شنو نقول لك، نزل علينا هذا الخبر بحال الصاعقة ما كتمشي عليك. دابا 24 ساعة ما كنعرف راسي فين غادي أنا الولد ديالي، والله العظيم. واش الشيء اللي كنقولوا ونطلبوا من الله عز وجل؟ واش نقول لك، الولد ديالي راه تما فهمتي، ولا كيقول لي خصني نرجع وكذا وهذه، تنقول له غير صبر ولدي شويه بلاتي نشوفوا الناس مسؤولين، وهذا ان شاء الله باذن الله تعالى يكون خير. وهذا ولكن ثبت فيه بهذه الهضره وصافي، باش غنعاونوا بالنسبه للفلوس غلب الله ما كتبش عليك، لما كانت حتى حاجه ما تعطاش المنحه ديالو ما عندنا باش نعاونوه. الصراحه هي هذه، لان داك الشيء اللي كاين يلاه كون به داك الشيء اللي فهمتيني، حتى تخلص المدرسه وبقى تيشوف فهمتيني، ولا ما عندنا ما نديرو دابا، خاصو نعطيوه المنحه ديالو اللي كيسالو. انا تنقول له تصبر تشوف الناس المسؤولين باش يعطيوه المنحه ديالهم اللي كيسالو. المدرسه ديالهم كانت كتعطي المنحه، الا هذا العام تتفاجئوا. لا المهم هو في المدرسه ديالو كاينين واقيلا شي 5 الناس، وشو مدرسه اخرى فيها شي 65، لا هاد 86، هاد 86 واحد ماشي كلشي. لا كاين اللي شاد المنحه كاينين.